برحب بحضرتكم من جديد، وهنتكلم شوية عن الكرة العالمية وبالتحديد شوية عن الكرة الإيطالية. كلام كتير عن الكرة الإيطالية، وأنا بتكلم عنها وبشوف مين لحد دلوقتي هداف الدوري الإيطالي، بلاقي إن كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي، بشوف في إسبانيا بلاقي إنه ميسي لسه هداف الدوري الإسباني. بنتكلم على اتنين من عمالقة كرة القدم الحقيقة، اللي مهما كبروا في السن ومهما دايما يجي مباريات صعبة كده، يعني مثلا بعد مباراة 8-2 بتاعت برشلونة وبايرن ميونخ قال لك خلاص بقى ميسي انتهى وما بقاش زي الأول. نفس الحكاية عند رونالدو، لا خلاص بقربوا ينهوا مسيرتهم، ومع ذلك لما تيجي تشوف بالأرقام تلاقي إن الموضوع مختلف تماما، لا ده قرب ينهي مسيرته ولا ده قرب ينهي مسيرته ولا ده انتهى، بالعكس لسه بيقدموا يعني أفضل كرة قدم بنشوفها وامتع كره قدم كل الحقيقه عشاق الكوره بيشوفوها. وكمان شويه في مباراه كلاسيكو فقدت برضو جزء من المتعه، يعني لما كنا بنشوف ميسي قدام رونالدو غير لما هشوف ميسي قدام بنزيما مثلا، يعني في جزء من المتعه ما بقاش موجود من ساعه ما الحقيقه رونالدو ساب الدوري الاسباني. هنتكلم اكتر عبر زوم معانا مستر ايفان، مدير تحرير جريده لكوريري ديلو سبورت. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. شكرا لكم، انا سعيد جدا بتواجدي على قناه الاهلي. احنا سعداء اكتر، ويمكن كنت بتكلم على انه مباراه الكلاسيكو وعايزه اخد راي حضرتك فيها وشايفها ازاي، وشايفه ازاي دلوقتي انه لما بنتكلم على في مواجهه بين ميسي ومثلا بنزيما مش رونالدو، قد ايه تاثر الحقيقه الكلاسيكو الارض او الدوري الاسباني بعد رحيل رونالدو، وقد ايه كمان استفاد الدوري الايطالي من رونالدو؟ طبعا بنتكلم عن كريستيانو رونالدو وميسي، عشاء بدأت تضحكني كتير جدا، ما ينفعش نقارن بنزيما وميسي، لكن مباراة الكلاسيكو تبقى أهم مباريات الكرة الأرضية. نقدر نقول من أسبوع فات إن ريال وبرشلونة كان ممكن يكون مباراة عادية، لكن بعد الأسبوع الماضي اللي اتفرجنا عليه مباراة ليفربول أمام ريال مدريد، لكن ما نقدرش نعمل مقارنة بين كريستيانو رونالدو وبنزيما لو هنقارنهم بميسي. بنزيما بيعمل مباريات كبيرة جدا، لكن استحالة إن احنا نقارن بنزيما بكريستيانو رونالدو، لكن ميسي أفضل ميسي. ده بالظبط اللي بقوله، انه دلوقتي فقد الكلاسيكو جزء كبير من متعته بعد ما خلاص ما بقاش فيه رونالدو، لا يمكن يكون في مقارنه بين رونالدو وبنزيما، بالعكس يعني بنتكلم على انه عايز اسالك شايف ازاي انه لحد دلوقتي بعد حتى السن ده لا لسه رونالدو هو هداف الدوري الايطالي، لسه ميسي هو هداف الدوري الاسباني. شايف مباراه مهمه جدا، كلاسيكو الارض هيتم متابعتها من جميع انحاء العالم. كريم بنزيما لاعب مهم جدا، مهاجم ريال مدريد الاول، بدا ياخد فرصته، لكن مقارنته بكريستيانو صعبة جدا. لكن لو هتسأليني ما أفضل مين، صعب أتوقع. طيب بنتكلم على بقى شايف ازاي مسيرة الحقيقة رونالدو مع يوفنتوس لحد دلوقتي، وقد ايه فريق يوفنتوس استفاد من صفقة انتقال رونالدو؟ كريستيانو رونالدو في إيطاليا الأمور مختلفة في إيطاليا بالنسبة لكريستيانو رونالدو عن أسبانيا. كاستثمار رونالدو جاي لليوفي حجم الاستثمارات كان عالي جدا، 400 مليون يورو اللي جناهم اليوفي من كريستيانو رونالدو. لكن كريستيانو رونالدو لم يقدم جديد، اليوفي كان بيفوز بالدوري الايطالي وكاس ايطاليا وما زال، لكن ما قدرش يفوز بدوري ابطال اوروبا مع كريستيانو رونالدو. صحيح جاب 97 جول، لكن كل ده مش كافي لجماهير اليوفي من الناحيه الاقتصاديه، وده اللي دايما نقول، ده اللي دايما نقوله كاقتصاديا كريستيانو رونالدو اثر كبير في اقتصاد اليوفي، لكن ما ساعدش اليوفي، ما حطش اختلاف كبير. ده اللي عامل عمليه صعبه كتير الفتره دي، ان هم بيفكروا ان هم يستغنوا عن كريستيانو رونالدو
لو جاب رقم كبير، لانه فشل ان هو يفوز بدوري ابطال اوروبا. بنشوف دلوقتي الاستثمارات مع باريس سان جيرمان، الاستثمارات في فرنسا بقت اكتر من ايطاليا، لكن كريستيانو ممكن يخرج من اليوفي. مين ممكن او ايه محتاجه الحقيقه فريق زي يوفنتوس، فريق قوي ومسيطر على طبعا الدوري الايطالي بشكل كبير وكمان بيقدم كوره ممتعه، ايه محتاجه فريق زي ده زي يوفنتوس علشان يفوز بدوري ابطال اوروبا؟ في محتاج فقط اللي هو يجد ديبالا، واحد زي ديبالا. هذا العام اليوفي عانى مشاكل كثيرة جدا، اليوفي محتاج لعيبة، كثيرة زي ديبالا، لكن للأسف اليوفي بيمر بمشاكل كثيرة جدا، لازم يعمل ميركاتو كبير ولازم يعمل ميركاتو ويغير من نفسه فيه، وده اللي بيفكر فيه دلوقتي أندريا أنيلي رئيس اليوفي. لكن اليوفي بيعاني من مشاكل كتيرة جدا، لازم يقدر يخلص منهم. لكن عندهم كيزا، كيزا لازم يفضل في الميلان، لكن اليوفي حتى آخر السنة دي آخره كيليني وآخره بوفون، لكن اليوفي يفضل اليوفي، أول اللي يعمل ميركاتو قوي هيرجع اليوفي اللي احنا نعرفه. طيب ده بالنسبة للتحديات اللي بتواجه يوفنتوس بشكل خاص، بشكل عام ايه أبرز التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الكرة الإيطالية من وجهة نظرك؟ تحديات كبيرة جدا بالنسبة للكرة الإيطالية، أهمها بطولة اليورو القادمة، وده تحدي كبير لمانسيني مدرب المنتخب الإيطالي، أهم حاجة وكل إيطاليا شغال عليها حاليا. 19 ابريل ان احنا 25% من الجماهير الايطاليه تعود للكره الايطاليه، ده اكبر تحدي حاليا في ايطاليا. اذا نقدر نقول ان ايطاليا تتعامل من التحديات، التحدي 25% عوده الجماهير الايطاليه لملعب الاولمبيكو وبطوله اليورو، اهم حاجه ان احنا نرجع الجماهير للكره الايطاليه ونرجع للمدرجات. اعتقد ان ده اكبر تحدي ممكن ايطاليا تقدمه الفتره القادمه. ما مدى تأثير فيروس كورونا على دخل الكرة الإيطالية؟ وزي ما حضرتك بتتكلم الفترة اللي فاتت طبعا أكيد ما كانش فيه جماهير في الملاعب الإيطالية أو ملاعب كرة القدم بشكل عام مش زي الأول، فإزاي أثر فيروس كورونا على دخل الكرة الإيطالية؟ فيروس كورونا أثر بشكل كبير جدا، دراما، احنا بنعيش دراما بقالنا أكتر من عام ونصف. الوضع الاقتصادي للبلد اتأثر بشكل كبير جدا، كل الحاجات عندنا مغلقة، المدن، احنا منطقة برتقالي ومنطقة حمراء. للأسف إيطاليا بتواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، والكرة الإيطالية عانت، السياحة عانت، القطاعات الاقتصادية والرسمية. فيروس كورونا دراما نتمنى ان تنتهي الايام المقبله. بشكرك جدا الحقيقه على كلام عن الكره الايطاليه بشكل عام، وفعلا الحقيقه ان الكره الايطاليه من اكثر الدوريات او الدوري الايطالي من اكثر الدوريات اللي تاثر بفيروس كورونا، والفيروس كورونا جه على الرياضه بشكل عام، على الاولمبيكس او الاولمبيات اللي اتاجلت بسبب فيروس كورونا، على الحقيقه كلام كتير يعني على التنس، على الرياضه كلها مش بس على كره القدم، واكيد اثر على الدخل. ولحد دلوقتي موسم الانتقالات بنتكلم انه هيبقى فيه مشكله شوية في حتة الفلوس عند الأندية، مش كل الفلوس هتقدر اقتصاديا ان هي تجيب لعيبة كبيرة علشان تقدر تنافس وتكمل منافسة، خصوصا انه الحقيقة المنافسة بقت قوية جدا بين كل الأندية. احنا بنتكلم دلوقتي شايفين في دوري أبطال أوروبا يعني موسم قوي جدا، شفنا مباراة قوية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ما كانتش متوقعة الحقيقة، وأداء كبير من الفريقين. يمكن كنا بنتكلم ان باريس سان جيرمان مش بيعرف يبان بشخصية البطل قدام الفرق الكبيرة زي بايرن ميونخ، ولكن لا، بان الحقيقة من الدقيقة الأولى وشفنا أداء مش متوقع. على الأقل بالنسبة لي ما توقعتش ان باريس يبدأ المباراة بالشكل القوي ده، شفنا ليفربول وريال مدريد، وأكيد الحقيقة انه اعتقد بمناسبة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، اعتقد ان الفوز على ليفربول هيكون فيه دفعه معنويه كبيره بالنسبه للعيبه اللي قدرت تفوز على
كتيبة يورجن كلوب وهم معهمش لا راموس ولا فاران. والحقيقة أن أنا بشوف أنه زيدان قدر أنه هو يطلع منه ده أو يقدر يغطي غياب اتنين من أكبر اللعيبة في الفريق في وقت زي ده، يعني وقت مفاجئ جدا ان هو يلاقي الاثنين مش معاه وقدر يعمل ده ويفوز على ليفربول بالشكل ده. اعتقد اللي يقدر يعمل ده يقدر يفوز على برشلونه، ولكن يعني في الاول في الاخر هنشوف الحقيقه كوره ممتعه في المباراه دي. لسه كلام كتير عندنا في برنامج السادسه بس بعد الفاصل.